شيخ أبو شعيب فايز عزام، الله يمسك بالخير. الله يمسك بالخير. برنامجنا علي صوتك. أيوه. ونبدأ، أول ما نبدأ، ماذا تعني لك عاصفية؟ أول شيء سيدي العزيز، أنا بشكرك، بشكر تلفزيون البسمة لأنه عم بيهتم في مواضيع عاصفية ومواضيع الدروز. إحنا بحاجة لبحث المواضيع والاطلاع عليها والنقاش فيها. فأنا بقول لك، في أمور أو أشياء أنت بتحبها وأنت صغير، أشياء بتحبها وأنت كبير، في أشياء بتحبها في الصيف أو في الشتاء، في أشياء بتحبها وأنت مريض وأنت سليم، في شيء بتحبه مدى الحياة وهي بلدك. أنا من الناس اللي بيحبوا عسفيا طول العمر، فلذلك بتمنى لها الخير والسعادة ولأهلها التوفيق والمحبة بين بعضهن والتعاون. وهذا مش بس إحنا بنحبه، إحنا كمان بنعمل لأجله. يعني ما بدي أسألك، طفولتك وما يشابه، هل هناك أشياء مميزة لعسفيا اللي هي نوع الانتماء لك فيها بتخليك تحبها أكثر؟ طبعا الإنسان بيحب يعني مسرح طفولته، وين درج، وين تعلم، وين كانوا أصدقائه، وكيف عاش مع أهله وجده وأعمامه، كيف كان بيتنا القديم، كيف كانت المدرسة. يعني كل هالأمور اليوم إحنا في هذا الجيل بتمر في بالنا ومتمناها، ومتمنى إنه أولادنا وأحفادنا يعيشوا في هاي الأجواء اللي كانت حلوة وفيها محبة وفيها تعاون وفيها ألفة. نقول لك الشيخ والدكتور أبو شعيب، من خلال صفحات الفيسبوك اللي تابع لحضرتك قرينا واللي فهمناه في طرح جديد بإقامة خلوة زيادة في عسفي. الموضوع يعني هذا كان موضوع يمكن مش أساسي، كان عابر. اليوم في عسفي في مجموعة من الإخوان الدين وكمان العلمانيين اللي عم بيفكروا في طرح جديد في البلد، اللي يكون جامع بين العلمانيين وبين المدينين، ويفتح مجال للإخوة ينسبوا للدين بشكل مريح، ويعطي مجال للمدينين يعيشوا في هذا المجتمع متكاملين بين الدين والدنيا، يجمعون بين العلم وبين الدين وبين العمل وبين التقدم وبين الحضارة وبين الجوهر الدين. هل هناك الفارق من ناحية الاطلاع على الأمور الدينية، اكتساب أمور دينية، يعني نقول مشايخ رتب للمشايخ ورتب أقل، يعني اللي بيعرف أكثر واللي ما بيعرف أقل، هل هي هاي المشكلة اللي هي جابت لهذا الوضع؟ لا، دائما في كل أمور في مراتب وفي منازل وفي درجات. يعني في المدرسة، في العلوم، في الجامعات، في الأدب، في رجال بارزين وفي رجال عاديين، وفي ناس بتعلم وناس بتعلم. ولكن في موضوع الدين في عسفيا، يمكن في دروز عامة، في طروحات جديدة من المنع ومن يعني تحديد دور الرجل ودور المرأة في الحياة وتحشيم دورهن، وإغلاق كثير من الطرق والأساليب والنوافذ أمام الناس إنه تتقدم وتتعلم وتعيش بسلام وتوافق نفسي وروحي وعقلاني بين العلم وبين الدين وبين الحياة وبين الدين. احنا بنقول لازم هاي الدائرة يتوسع، يشعر الإنسان إنه يعني يقوم في واجباته الدينية وفي نفس الوقت يلتزم بأمور الدين الجوهرية. هل هذا الطرح بيوصلش لنقاش بينك وبين رجال الدين اللي هن ثقال؟ تنقول طبعا احنا يعني احنا كلمة رجال دين فيها تعميم، لأنه احنا كمان رجال دين. المجموعة هاي اللي عم تقوم كمان هي في رجال دين، عندها علم وعندها دراية وعندها محبة للدين وعندها احترام للدين وعندها يعني تصور انه الطائفة الدروزية قوام حياتها الدين. ولكن الدين حتى يحافظ عليها لازم يكون أوسع، لازم يكون أشمل، لازم يشمل كل الطائفة وكل الناس ويعطيهم مجال التقريب للدين. النقاش منيح، يعني لا يمكن يكون في تقدم في تغيير في تطور بدون نقاش. كلمة أنه أخونا أمرك سيدي
او انا بتدخلش او انا ما دخلنيش او انا تسالنيش او انا بخاف احكي رايي او انا بستحي او انا ما مقصر وبعرفش. الامور هاي ما بتقدمناش. انسان لازم يكون عنده راي وموقف مبني على علم وعلى معرفه وعلى درايه، مش لانه فلان قال له او لانه فلان امره او لانه بخاف. هل هاي ال نسميها نقاشات احنا، بما انه يتخذ قرار من خلال مجموعه معينه من نحكيها بصراحه من شباب اللي هن شوي متصلبين ومتعصبين تنقول، ويفرضوا رايهن على الاخر اللي هو يمكن يكون اقل معلومات عنده في الامور الدينيه. يعني حتى لو كانوا هاي الاقليه او مشايخ عندهم معلومات دينيه واسعه، لا يعني انهم يستطيعون الانفراد بالراي. انفراد بالراي شايف، والتحكم في الناس، وقضيه انه انا اللي بقرر وحدي، هاي اصبحت غير مقبوله على الناس. لازم يكون قرار جماعي، لازم يكون القرار متخذ بعد دراسه، لازم يكون القرار متخذ بعد الاخذ بالحسبان مشاكل الناس، هموم الناس، امال الناس، احوال الناس، اوضاع الناس، ملائمتها للناس. يعني انا ما اخذ قرار لانه انا بتصور هيك او لانه انا اريح لي هيك او لانه انا سمعت كذا او لانه انا قرات كذا، لا، انت تكون الامور مبنيه كمان على العقل كمان على النقل. يعني قالوا مشايخنا هيك، ولكن العقل كمان بيقول، لانه الدين الدرزي دين عقل، لذلك احنا بنقدس العقل. فاذا احنا بنقدس العقل يجب ان نحكم العقل، لا يمكن ان نقول له هاي الامور مش معقوله ونتبعها. اذا احنا بنتبع الامور المعقوله. كل شيء انا فكري غير معقول هو يناقض الدين. لا يمكن للدين ان يكون غير معقول. الانسان سبحانه وتعالى اعطانا عقل حتى نشغل العقل هذا نتحكم فيه. هذا يعني أنك تطرح طرحا جديدا على المشايخ وإخوان الدين. يمكن يكون هذا طرح جديد، ولكن هذا طرح مش جديد، هذا طرح قديم. كل وقت كان في نقاش من النوع، ولكن أحيانا كانت الناس تخاف تبدو رأيها، كانت الناس تتخوف تقول هذا الرأي. اليوم في عسفيا يعني في مجموعة من المشايخ اللي وصلوا لنتيجة أنه لازم الأمور تطرح علانية، لأنه بعد ما حاولوا التشاور مع المشايخ وإصلاح الأمور بالغرف بالتشاور الساكت ما وصلوش لنتيجة. فلذلك كان في قرار أنه أخونا يجب هالأمور تكشف للناس وتعلن للناس ويتناقش فيها الجمهور، لأنه الموضوع هذا مش وقف على نجاية الدين. كمان الدين بمس كل الناس، بمس كمان غير مدين، بمس كمان علماني. لذلك وكمان العلماني هو درزي، وكمان العلماني بحق له يعرف وبحق له يتخذ رأي، لأنه اليوم مش متدين بكرة بصير متدين. يعني ما حدا اليوم موقف. فلذلك لازم يكون عنده موقف وعنده رأي وعنده معرفة، وإذا إجى على الدين يكون عن علم وعن موقف وعن إيمان، مش لأنه أنا يعني بسوى ألبس هيك أو بسوى أسوي هيك حتى يرضوا علي. لا، كمان بده يكون رضاء نفسي ورضاء رباني. هذا بيجيبنا لوضع أنه عمليا أنت طرحت طرح من المعقول أن يكون خلوة جديدة في عسفيا، فطريق الأمور صارت عندك مسدودة نوعا ما يعني مع المشايخ. لا، مش مسدودة. أنا فكري اليوم في يعني جو عام اللي عم بطالب في إصلاح الأوضاع، إما إنه يكون في مع المسؤولين المتدينين يكون في نقاش جدي لوصول إلى حل، أو إنه الجمهور اللي غير راضي بدي يفتش عن طريق جديد. اما انه يعني انه يا هيك يا منقبلش، لا، لازم نقبل انه نتشاور ونتداول ونوصل لنتيجه. وانا فكره التشاور والتداول مع الانفتاح، انه انا مستعد اقبل رايك، مش انا مثلا يعني انت يا بتقبل رايي انت خارج عن الدين، يا بتقبل رايي انت ضد. لا، احنا متكاملين، في عندك راي وعند راي، انت بتعرف وانا بعرف، انت متدين وانا متدين. ما حدا مقدس ولا حدا منزل من السماء ولا حدا عين من رب الله سبحانه وتعالى. كلنا احنا رجال، كنا من هذا العالم، وكلنا متساويين، وكلنا عندنا اخطاء، وكلنا عندنا حسنات، وكلنا عندنا سيئات، وكلنا عندنا نواقص، وكلنا عندنا زوايا. لازم يكون كل واحد يعرف قدر نفسه. انا مش احسن منك ولا افهم منك، انا عندي راي معين بدافع عنه مبني على علم وعلى ايمان، خلينا نتناقش. يعني انت شايف النقاش بين، بتعيدني للسؤال نفسه يعني حضرتك، انه الشيخ
التقي الكبير اللي حافظ بما فيه الكفاية. يعني مش معقول مع اللي بدأ إسه في المرحلة يتساوى في نفس الدقيقة، لأنه برضه في الدين في مراتب. طبعا في الدين مراتب، يفهمي الدين فيها مراتب والعلم فيه مراتب، أما الدين خيار ودين اختيار، لا إجبار في الدين. إذا إحنا لازم نفتش على الطرق اللي نقدر نقنع الناس في قبول رأي مش إجبارا، مش مثلا يا بتقبل رأي أنت مبعود، يا أنت محروم، يا أنت كذا، إلا تعال تنفتش ونناقش وندور ونحاول حتى نوصل لنتيجة. وأنا فكر الناس مستعدة توصل لنتيجة، بس بدي أعطيها مجال إنه كمان إلها رأي، لأنه فيش مثلا اليوم للناس ما لهاش رأي، في رأي لاثنين ثلاثة بيقرروا، هذا إن كان في فلسفة وإن كان في دروز، وهذا رأي، هذا أمر غير مقبول لا علميا ولا دينيا ولا سياسيا ولا دستوريا ولا خلقيا، إنه في ناس بتقرر وبس. القرار يكون قديش مقبول على الجماعة، قديش مقبول أوسع، كل مكان دائرة القبول أوسع كل مكان أهون، أما كل مكان القبول أضيق تصير في مشاكل. وإحنا بدنا الأمور تكون مقبولة على الجمهور الواسع. الجمهور الواسع اليوم يعني في عليه موانع كثير اللي عم تمنعه يقوم في حياته الدنيوية العادية بشكل هوية ومقبول على الدين. مش خايف الشيخ أبو شعيب، دكتور الشيخ أبو شعيب، إنه يكون عدم الرضا عنك من قبل المشايخ مجرد طرح هاي الأمور ويقولوا لك أبو شعيب مبعود ولا ياخذ الأمور؟ أنا تعرضت لملاحقات من المشايخ بسبب آرائي، ولكن اليوم إذا أنت بتراقب الشايخ العسفاوي صار رأيي مقبول. ليش؟ لأنه مبني كان على رأي مدروس وعلى قناعة وعلى فهم لمشاكل الدنيا ومشاكل الدين. واليوم بطل قضية فايز عزام، صارت قضية مجموعة كبيرة من إخوان الدين والجهال كمان. طبعا يعني هناك طبقات في الجهال، لانه احنا يعني انا ما اقبلش مثلا كلمه جهال، لانه الزمنيين انا كما قلت في الاول الزمنيين هن دروز والزمنيين مؤمنين. انا ما بشوف مثلا في دروز يعني خارجين عن الدين، فيش دروز الا بامن، يمكن هو مش سالك مسلك الدين كله ولكن هو مؤمن وياتي يوم انه هو يسلك مسلك الدين. اذا اعطيه مجال ليتعرف على الدين، ليقرب للدين، اللي يظل في علاقة مع الدين. يعني كان كل مرة كان في شعرة معاوية إنه يعني تنقطعش، إذا بتزعل أنا برضيك وإذا برضى أنا بزعلك والآخرية في شد وفي أرض. أنا بدي يكون مع الجمهور الزمني في شعرة معاوية مثلا، مش مثلا اقطعوا أنت يا متدين يا كافر، لا أنت درزي على طريق الدين. يعني شيء إذا أنا بدي أظل فتح لك الباب هيك تتقدم عن طريق إيش؟ عن طريق المعرفة، لأن الإنسان عدو ما يجهل، لما أنت بتعرفه بتحبه. إذا خلي الإنسان عارف، خليه قريب، خليه يفكر إنه هاي الأمور بتفيده، هاي الأمور أهون له، هاي الأمور أهون. لأنه الدين صياني، الدين حماية، فالإنسان أخونا إذا متدين يعني بيشعر إنه هو مصان بحميد من أشياء كثيرة. إذا ليش تحرم الدين؟ يعني كمان مثلا بقول أخونا يعني المتدين منيح، أما نص متدين أحسن من جاهل، وربع متدين أحسن من جاهل. إذا هو مش قادر يكون متدين كامل أعطيه ربع متدين، أفضل من أنه يكون جاهل مرة. شيخ أبو شعيب، الأمور الملحة اللي إسه هي يعني للبحث للنقاش للحديث عنها، نورنا عنها. يعني إحنا ما عارفين إنه في كثير صعوبات وفي كثير حرمان وفي كثير، نورنا عن الأمور الملحة لليوم. يعني أخونا إحنا بحثنا في اللجنة مع الطرح الجديد إنه من هي اللجنة قبل من اللجنة أخونا يعني مشايخ متعددة من أسفية، مثلا بعطيك المبادرين كانوا مشايخ مجد حسين أبو ركن وعنان زدان عطشي ومصطفى صالح الشيخ وآخرين، يعني كثار بدي أعدلك إياهم يعني. خايف أنا عديت يعني أصل أنسى البعض. أما إحنا يعني كنا مبادرين في الموضوع هذا، ودعينا لاجتماع عند الشيخ أبو مزيد، حضروا حوالي 22 شيخ من مجموع 30، واللي يعني اللي أنا بدي الشيخ فاجأني أما صرني كمان إنه الكل كانوا في نفس الرأي إنه الأوضاع تتطلب معالجة، لأن الوضع القائم لا يمكن يظل هيك. وإحنا طلبنا الاجتماع مع الهيئة الدينية مع السواس حتى نطرح الموضوع هذا ونوصل لنتيجة، لأنه إحنا
ما هدفنا ان مثلا نزعل او يعني ان نعارض او ننقد، بس احنا هدفنا انه نقدم ونحسن ونخدم الدين ورجال الدين، لانه اذا احنا من سهل امور الدين ونجعلها مقبوله على المجتمع، احنا عم نخدم المجتمع ونخدم الدين، لانه الدين للجميع. فالامور اللي احنا يعني بنشوف يجب معالجتها في الوقت الحاضر والناس عم بتطالب في علاجها، قضيه التعليم، الدراسه الجامعيه للبنات المدينات. يعني اليوم الوضع بقول انه البنت المدينه يعني ممنوع عليها تتعلم في الجامعه، وهذا شيء خطر، لانه يعني اذا احنا بنطلع على حالنا بعد 20 سنه بدنا نكون احنا يعني حاملين حطب في 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 الدوله، الناس كلها متعلمه واحنا قاعدين بلا علم، لانه اذا المراه مش متعلمه، اذا المراه المدينه مش متعلمه اللي هي بتربي بيه بتربي اجيال، شايف؟ واللي بقول لك انه البنات المدينات هن البنات المتفوقات في الجامعه في الدراسه الثانويه، لما ناخذ هاي الطبقه المتفوقه وبنعزلها عن المجتمع احنا خسرنا عقول. يعني هاي البنت يمكن تكون طبيب او مهندس او محاسب او اي عالمي، تقول لها ممنوع، انت اخذت عقل المفكر في الطائفه الدروزيه ونيمته. يعني بتقول للبنات الجهلات تعلموا وبنات العاقلات المديانات الفهمانات المبارزات ها اقعدوا في البيت، شو عم تخدمي انت؟ هاي النساء اللي بدهم يتعلموا هسه. والمواضيع الاخرى هسه الموضوع الثاني انه قضيه اليوم الرجل اذا بده يروح على نقاهه او استجمام، إذا مثلا بده يتعالج وبده يروح مثلا دورة تعليمية، أو المرأة كذلك يعني الذهاب للفندق كأنه يعني هاي من المحرمات وممنوع تروح مع عمرته. فأنا فكري هذا كمان مش مقبول يعني عقليا، لأنه الإنسان هنا أثمن شيء على مرته، أصمن شيء له مرته، يعني إذا بده ياخذها بده يصونها. والأوتيلات اليوم أخونا شوف يعني الأوتيلات فيها مناظر يمكن مش مقبولة، مش أكثر من الكنيون ولا أكثر من الشارع ولا أكثر من السوق في عسفة وفي الدالي في يوم السبت. إذا شو يعني التلفزيون دي؟ بعرفش. فكمان هذا يعني مش عقلية مش مقبول. الشيء الثالث كمان قضية قيادة السيارات للنساء. يوم المرأة المدينة هي صانعة نفسها، يعني إذا أنا بخاف على البنت مش مدينة تغلط، انا عمر بدني بخافش. يعني اذا البنت من الدين اللي مش دايما بتروح على الجامعه معقول تغلط، اما المراه اللي من الدين بتروح على الجامعه بتغلطش، لانه لباسها بيحفظها. حتى الغريب لما اطلع على لباس المراه من الدين بيعطيها كرامه كشف كانه معلم ولا طالب، وهي نفسها لما هي هذا اللباس وهذا غير عن ايمانها الديني محافظ عليها، بس بتقبش على نفسها تغلط. اذا ايش انا خايف منها؟ وهي هي صاني حالها. كمان المرأة اللي بدها تسوق السيارة، يعني تسوق السيارة للأعمال المشينة، هي عارفة دينها وعارفة حدودها، بدها تخدم بيتها، تروح على العيادة، بتروح على البنك، بتروح على المدرسة، بتروح على شغلها، بدها تاخذ بنتها، طيب شو تعمل يعني؟ تقعد في البيت؟ بس اليوم العمل اللي احنا بدنا اليوم مش بدنا، احنا ملزمين، يعني الأوضاع أزمت إنه كل مرة تعمل. اليوم البيت لا يمكن ان يعيش من راتب واحد، مع راتبين مش عايش. اذا احنا بدنا نقدم بيوتنا، نعلم اولادنا ونثمر ونعمر ونعيش على مستوى، والناس كلها بتعيش على مستويات، بده يشتغل يكون راتبين فيه. اذا المرأة بتشتغل، مين احسن تشتغل في البيتزا وفي الكنيون ولا في تنظيف البيوت ولا في ولا في 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 في, في المجمعات التجاريه ولا تشتغل مديري ولا معلمي ولا مفتشي ولا مدير مكتب؟ مين افضل من جهه معاش من جهه كرامه؟ اذا بدها تكون في وظيفها بدها سياره. السياره انا فكري مش حرام، لانه السياره هي وسيله، يعني انت تستعملها للخير ولا الشر. اما لما انت خير بتعملها للخير، انت شرير بتعملها للشر. زي مثلا السكينه في يد العاقل بتستعملها للخير، السكينه في يد المش عاقل بتعملها للشر. اذا كمان السياره هيك، السياره ما بتكون للشر الا اذا انت بتستعملها منيح منيح. فلذلك المراه المدينه هي اعقل من غيرها في هذا الامر. يعني احنا اليوم بنشوف انه النساء حتى في السواقه اهدى تبعها احسن، والنساء المديانات ان كانوا في الجامعه ولا في البيت، طلع في عسفية بدون مؤاخذه كان في امور خارجه عن نطاق المعقول في عسفية من قبل بعض الفتيات. مثل
بدناش نقول امثال، ما كان في، كان في يعني الامور اللي احنا ما نقبلهاش من البنات، ولا واحد متعلم، ولا واحد من الجامعه حد اسا، ولا بنت تعلمت في الجامعه وقع عليها سمعه مش منيحه، ولا واحد. اذا هذا بيدلك انه العلم صياني. البنات اللي يمكن في البيت او في الشارع او في مشاغل عم بصير عليهم يعني وقوع خطا، اما البنات المتعلمات انظر من بنات اللي من 50 سنه يتعلموا، على مثال سبيل المثال مثلا المعلم سميرة، المعلم دمية ساهر، سميرة أبو ركن وغيرهم، جوليا، هذول كانوا مثلا بنقول المبادرات، المبادرات الحمد لله، وغيرهم كلهم كانوا فخر لطائفة دوزية، ولا واحد كان عليها شيء. إذا العلم ما مضر، العلم فات، العلم كرامي. فإحنا بدنا هذول الأمور الثلاثين إنه إحنا ندرسها ونوصل لنتيجة إنه وين حدود الموضوع هذا، مش مثلا إنه أنا ممنوع وخلص. يعني توصل لنتيجة، يمكن النقاش هذا لقي لنا حل، وين الممنوع وين المطرح وشو الأحسن وشو الأفضل، ما إنه إحنا قطعنا وبس، لأنه ما عادش فعل قطع. الانفتاح اللي أنت عم بطالب فيه بجيبش لخوف من الضياع، من ضياع الأسس الدينية؟ أنا فكر بالعكس، لأنه أنت كل ما قربت الناس للدين كل ما حفظت على الطائفة أكثر، كل ما ضيقت النطاق كل ما انت ابعدت الناس عن الدين، وهون الخطر. احنا المفروض فينا كطائفه قليله العدد، وفي عليها من الخارج في عليها ضغوطات وامور بتلحقها وعليها خطر. احنا لازم نقوي الدين عن طريق توسيعه، عن طريق شرحه، مش عن طريق التخويف وعن طريق الموانع. بدك تفهم، تشرح، توعظ أولا وثانيا ورابعا وخامسا وسابعا وأخيرا، يعني بعد طويل أما تفكر في التحريم وفي البعدي، مش مثلا أول خطوة، هاي الخطوة البعدي والتحريمات هاي بتكون الخطوة اللي بعد المية حتى الناس توعى، لأنه فرق بين الإنسان يجي على الخلوة خايف ومؤمن، بين ما أنا ما يعملش العمل معين خوفا من المشايخ أو خوفا من الله. أنا خايف من المشايخ، هذا الشيء انا بيزعجني، انا خايف من الله. اذا انا خايف من شايف هذا انت مش عامل خير. اذا انت تكون خايف من نفسك وخايف من الله مش خايف من المشايخ، هذا انا بدي اوصله. الانسان يكون في عنده قناعه وفهم. سؤال اخير، في حاله انه ما تقاربتش الافكار ووصلت، شو اسمه، هل الخلوه الجديده في عسفيا ستقام؟ انا اول شيء اتمنى وامل انه يصير في توسيع مدارك وتوسيع مفاهيم وانفتاح وتقارب وحل مشاكل بالرضا والقبول. أما إذا بده يكون في تعصب، لا يعني أنا إن شئت أنا أم أبيت الأمور هاي وصل لها نتيجة إنه الناس في الآخر بتوصل لقرار إنه إحنا الأمور هاي ما عادش تقبلنا ومقبولة عنا، ويكون لك حل آخر. لأن بتوقع من المسؤولين انه يعيدوا النظر في الافكار اللي عم بطرحوها ويفكروا فيها وياخذوا بالحسبان انه راي الناس، ما انا يعني رايي الصحيح لحالي، وما انا رايي منزل، وما انا لحالي اللي بعرف، الا غيري بعرف وغيري بفهم وغيري عنده دين، اذا انا لازم اتصور مع الجميع. بهذا الموضوع نكتفي. بدنا نسأل حضرتك شيخ أبو شهيب، الشارع الدرزي هب مرة واحدة لمساعدة إخوانه في سوريا زي ما كان في السابق في لبنان، شو رأيك في هذا الوضع اللي احنا فيه؟ زي ما مثل ما قلت انه الطائفة الدرزية تتعرض إلى مشاكل اجتماعية ودينية وسياسية ومالية وحربية. احنا الحمد لله في اسرائيل يعني كثير من هاي الامور احنا محميين منها، في عندنا مشاكل يعني سياسيه ومشاكل دينيه والاخره، ولكن الخوف والجوع والدمار وهالامور احنا يعني معفيين منها اليوم في الوقت الحاضر. اخواننا في سوريا بشكل خاص يعني معرضين اليوم لامور لمخاطر كثيره اللي احنا نتمنى ما تحدثش. لا شك أن الطائفة الدرزية أثبتت على مدى التاريخ
واليوم انه هي سد النحاس، انه كل درزي متدين وغير متدين. هاي النقطه شايف انه انا كمان بقول اني ليش هذا بيعنتك انه الدرزي الدرز كلها مؤمن حتى غير متدين بيامن انه في رابط درزي بيجمعه مع كل الدروز، لان هذا الرابط له معنى. هذا كيف انوجد؟ هذا رابط ديني، رابط نفساني، رابط معنوي اللي موجود بيخلق مع الانسان. الدرزي بيخلق مع هذا الرابط، الدين بيزيده. فهذا الرابط الحقيقة خصوصا في بلادنا قوي، في إسرائيل قوي جدا وعم بيعطي مفعوله بقدر الإمكان. إحنا عم نساعد. السؤال إنه مرات بصير في هبات زي ما دي حكيت، هبي وبتخمد. مش بس في القضية هاي، كثير عنا أشياء. إحنا في الطائفة الدرزية اللي تقوم ناس تصلح تجلس مرتين ثلاثة وبتنام، تقوم ناس بدها تفكر في أمور جديدة، بتعمل يعني بتفكر وبعدين بتنسى وبتنسى. والأمور هاي كمان قضية المساعدة الخارجية فيها هبات، ولكن بتوعنا بشكل عام مستمر. يعني من يوم الأزمة السورية الأمور الدروز في إسرائيل مهتمين بشكل أو بآخر. أما الهبة الأخيرة اللي كانت الحقيقة أظهرت إنه إحنا عندنا غيري وعندنا نخوي، بتأمل إنه هاي تستمر، مع انه احنا امكانياتنا يعني غير الماليه قليله بالنسبه للوضع هذا. شو بنحنا بدنا نساعد يعني هناك غير المساعدات الماليه والمعنويه؟ اما انا لشعوري انه هبتنا في اسرائيل اثرت، رغم قله عددنا ورغم بعدنا ورغم قله امكانياتنا غير الماليه، اثرت على دول العالم ان كان من امريكا ولا دول اوروبيه، واثرت على دروز لبنان، اثرت على دروز سوريا، وأتت يعني أعطت نتائج منيحة. بتأمل يظل فيه في الطائفة يعني النظام مستمر من هذا الضغط، ما يوقفوش حتى نقدر إحنا يعني نساعد إخواننا في هذا المجال. لا لا، يعني لو قلت لك بأي كلمات حضرتك دكتور الشيخ أبو شعيب توجهها لطائفة الدرزية؟ أول شيء أنا بتمنى على طائف دوزية ظل هاي الغيري والنخوة والمحبة والألفة والرباط مستمر ويزداد. بتمنى إنه الوعي الديني الاجتماعي عند الدروز كمان يتعمق ويزداد، وإنه التفاهم بين رجال الدين وبين العلمانيين يكون أعمق من هيك وأكثر، ويكون في يعني نقول قبول للأمور الدينية والأوامر الدينية بالشكل العقلاني اللي يجمع الطائفة تحت سقف واحد من المحبة ومن الأخوة. ألف شكر لك وممنون لك جدا. بارك الله فيك. احنا فيها عزف يا عم بتنادي.